أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر عندنا وضع المصحف على الأرض أو خلف المصلي واستدبار الكعبة بدون مبالاة ومد القدمين تجاه الكعبة، هل في ذلك شيء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما وضع المصحف على الأرض فلا يجوز، الواجب أن يرفع المصحف وأن يكرم في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، المصحف يرفع على كرسي أو على صندوق أو على شيء مرتفع، أو تضعه على السجادة النظيفة الطاهرة، أما أنك تضعه على التراب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المصحف يصان ويكرم. وش بقية السؤال؟ يقول: ومد القدمين تجاه الكعبة. أما مسألة استدبار الكعبة ومد القدمين إليها هذا لا حرج فيه، لا بأس به، لأن ما هو مقصود الإنسان الاستهانة بالكعبة، ما هو بالمقصود، لكن يحتاج إلى هذا. أنت تبي تروح، تبي تطلع من المسجد، يعني لازم أنك ما تستدبر الكعبة، توجه إلى الجهة التي تريد ولو كانت الكعبة خلف ظهرك، ما في مانع. وإذا تبي تنام أنت الآن ولا في مكان إلا أنك تمد رجليك نحو الكعبة، ما في مكان غير هذا، لا مانع من ذلك. نعم.